أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي خادمة ومن الله تعالى عليها بالهداية ولكنها متزوجة. يقول أحسن الله إليكم: لدي خادمة ومن الله تعالى عليها بالهداية ولكنها متزوجة وزوجها كافر، وهي سوف تسافر لزوجها وأولادها، فكيف تعمل مع زوجها الكافر؟ من الله عليه إيه؟ بالهداية. إيه؟ تقول يقول أحسن الله إليكم: ولكنها متزوجة وزوج. اقرأ السؤال. يقول أحسن الله إليكم: لدي خادمة ومن الله تعالى عليها بالهداية ولكنها متزوجة وزوجها كافر، وهي سوف تسافر لزوجها وأولادها، فكيف تعمل مع زوجها الكافر؟ وهذه يرجع فيها إلى المحكمة، لأن العقود والأنكحة يرجع فيها إلى المحاكم، ترجع إلى المحكمة وتذهب إلى الجمعيات اللي الجمعيات التي فيها العمل مع المسلمين الجدد الذين يسلمون، فالجمعية تعمل لها العمل المتبع في هذا الأمر. نعم، أحسن الله عليكم. مكاتب دعوة الجاليات عندها أشياء من هذه الأمور، فترجع إلى أحد هذه المكاتب ويساعدها إن شاء الله. نعم.